التواصل يستمر مشاهدينا الاعزاء والحفل الكريم متابعينا الكرام، والتحديات متواصلة في صباح هذا اليوم مع سن اللقاية شوطنا الثاني عشر، واعلنت انطلاقته منذ لحظات خصص للقعدان اللقاية المهجنات على صايل الخمسة كيلو مترات. هجني أبناء القبائل المنطلقة والمزينة لأرضية هذا الميدان. نسير مع البداية ونستفتح بداية هذا المسار ومقدمة هذا الشوط، والمركز الأول من يتقدم على الصدارة وينطلق على البداية والقيادة الصامل حمدان بن محمد بن سعيد المزروعي يأتي على الصدارة مع الصامل، بينما المركز الثاني ترياق عبد الله بن سعيد بن مخيت الشامسي ياتي مع ترياق مع المركز الثاني، والمركز الثالث الوصول مع متعب محمد بن الذيب خلفان بوقضين النعيم ياتي مع متعب مع المركز هنا ايضا الثالث في هذا المسار بهذا الابداع الكبير. المركز الرابع من القادم الطاغي السهيل بن حمد بن قناص العامري ياتي مع الطاغي مع المركز هنا ايضا الرابع، بينما المركز الخامس وصل للمسك محمد بن عبد الله بن يعد الحميري ياتي مع المسك مع المركز الخامس. المركز السادس القادم والمنطلق بكل قوة في هذا المسار شعار بن عثعيث إذا صح هذا التعبير في هذا المسار، بدأ يتقدم في هذا المسار المستمر وفي هذا الإبداع الكبير من خلال حضور وقدوم مشاهد الأعزاء شديد. سحمي هنا أيضا بن عامر بن صوفان الأحبابي يقدم شعاره في هذا المسار مع المركز مشاهدينا الأعزاء ومتابعينا الكرام السادس، بينما اللي تدخل وانضم في هذا المسار المستمر هذا الأسد مبارك بن سعيد بن عبد الله الظاهري ياتي مع الاسد في هذا الانطلاق، بينما المركز الثامن اليبهوني وشعاره مع مدهال مبارك بن سهيل اليبهوني الظاهري مع المركز الثامن، والمركز التاسع غازي عبد الله بن محمد بن حمد بن ركاب العامري مع غازي مع المركز التاسع، والمركز العاشر ارى الوصول والانضمام مع مناور سالم بن خليفه بن ضبيب الشامسي يقدم شعاره مع المركز العاشر. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، ندائنا الأول للعشر المراكز المتقدمة، ومن هنا تحول إلى مقدمة هذا الشوط، إلى مقدمة هذا الانطلاق، إلى مقدمة هذا الإبداع بوجود الصامل على مقدمة هذا الشوط. حمدان بن محمد بن سعيد المزروعي يأتي على الصدارة، يأتي على المقدمة، يقدم لنا انطلاقة الصامل على مقدمة هذا الانطلاق وعلى الإبداع الأول في هذا الانطلاق. بدأ ينفرد انفراد كلي عن بقية الأسماء وعن بقية الشعارات المشاركة في هذا الشوط، بينما المركز الثاني القادم والمنطلق في هذا المسار المستمر يتقدم في هذه اللحظات وينضم ترياق عبد الله بن سعيد بن بخيت الشامسي ياتي مع ترياق مع المركز الثاني. المركز الثالث بوقضين قادم مع متعب محمد بن الذيب خلفان بوقضين النعيمي ياتي ويقدم شعاره مع المركز الثالث. الطاغي قادم السهيل بن حمد بن قناص العامري ياتي ويقدم شعاره مع المركز الرابع. المركز الخامس الاسد قادم مبارك بن سعيد بن عبد الله الظاهري ياتي ويقدم لنا انطلاقة مشاهدينا الأعزاء الأسد مع المركز الخامس، بينما المسك قادم محمد بن عبد الله بن يعد الحميري ياتي ويقدم شعاره في هذا المسار المستمر مع المركز هنا ايضا مع المركز مشاهد الاعزاء السادس. المركز السابع غازي عبد الله بن محمد بن حمد بن ركاب العامري ياتي مع غازي مع المركز هنا ايضا مشاهدينا الاعزاء السابع، والمركز الثامن التدخل مع سديم عوض بن نسيب بن عتيق السبوسي،
المركز هنا ايضا التاسع من القادم والحاضر ساقي وصل ساقي بن غريب قادم علي بن غريب من راشد الكتبي ياتي مع ساقي والمركز العاشر وصول مع مناور سالم بن خليفة بن ضبيب الشامسي يقدم شعاره ولكن نعود مع الصامل مع الصامل على المقدمة على البداية والصدارة ومقدمة هذا الشوط اقتربنا مشاهدينا الأعزاء من الكيل الأخير الكيل المثير بدأ يزيد من السرعة بدأ يزيد من السرعة هذا هو الصامل حمدان بن محمد بن سعيد المزروعي راح مع البداية انطلق مع بداية ومقدمة هذا الشوط ترياق قادم ترياق قادم عبد الله بن سعيد الشامسي ياتي مع ترياق في هذا المسار المستمر ايضا بن نصيب قادم مع المركز الثالث وبن غريب هاجم بن ياعد ايضا حاضر في هذا المسار وبن ركاض والجماعة قادمين الجماعة حاضرين بدأ ينطلقون نحو ركب البداية ولكن راح المزروعي مع الصامل راح المزروعي مع الصامل على مقدمة هذا الشوط قام الشوط راس ويبين الشوط راس بلا يتوامر اذا تم على هذا الموال ولكن قادم بن بخيت قادم عبد الله بن سعيد بن بخيت الشامسي ياتي مع ترياق ياتي مع ترياق ولكن الصامل صامل الصامل صامل وترياق غير النتيجة بدا هنا ايضا ينطلق على هنا مقدمة هذا الشوط على البداية الأولى ترياق بن بخيت عبد الله بن سعيد بن بخيت الشامسي قدم هذا الإبداع حضر بانطلاق الترياق لينتزع ناموسي هذا الشوط تهانينا والناموس حمدان بن محمد بن سعيد المزروعي ثالثا خلال تواجدهم ايضا الشعار اليابوني خذ المركز الرابع المركز الرابع سديم عوض بن نشيب بن عتيق السبوط المركز الخامس نحيله الى اعضاء خط النهايه هذه النتيجه 7:36 التوقيت ناموس لكل الفائز